هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كمان في نشاط للرياح أحياناً على مناطق في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على المشاهدين. أهلا بحضرتك، أخبار الجو إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار؟ احنا طبعا اليوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، هيكون في زياده لفترات طلوع اشعه الشمس بشكل كبير، يعني الاجواء هتبقى مشمسه خلال فتره النهار في اغلب محافظات الجمهوريه. تعتبر درجات الحراره حول المعدلات او اعلى من المعدلات بحوالي درجه الى درجتين. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 22 23 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي تحتسب الطقس هو طقس شتوي دافي ومعتدل تماما في معظم محافظات الجمهوريه. المناطق الجنوبيه ممكن تبقى درجات الحراره فيها اعلى، فاجواءها بتكون اجواء مائله للحراره، ده بيكون في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع شده الاشعه الشمسي، لكن فور غياب اشعه الشمس وتصنع فترات الليل اكيد بيكون في انخفاض في درجات الحراره. الانخفاض ده بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر، اجواء بارده على معظم محافظات الجمهوريه. صغرى فتره الليل متوقع ان هي تسجل 14 درجه مئويه خلال فتره الليل، وانا في المدن الجديده واماكن مفتوحه بشكل كبير احسها كمان اقل من ال 14 درجه مئويه، خاصه كمان ان اليوم متوقع يكون في نشاط نسبي للرياح على مناطق من القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، بعض المناطق اللي سينا، بعض المناطق كمان من محافظات الوجه البحري. نشاط الرياح ده يخلينا نحس ان في انخفاض في درجات الحراره خاصه في فتره المساء. بالظبط فتره المساء وساعات الليل هو بيخلينا نحس بالبروده اكتر وتحس بقيم درجات حراره اقل. بالنسبه لفرص امطار اليوم هتكون فرص امطار خفيفه جدا على بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض الاماكن كمان من محافظات شمال الوجه البحري، لكن هي ايضا فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ممكن حسب اماكن والاماكن الاخرى لا. بالنسبه للشبوره المائيه هي طبعا كانت اليوم كثيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وادت انخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن خلاص هي بتبدا تتلاشى في الساعات دي، يعني صعب كتير والشبوره المائيه تتلاشى تماما من على اغلب المناطق والرؤيه الافقيه تتحسن على كافه الطرق. لكن من بكره ان شاء الله متوقع ان احنا ياثر علينا امتداد المصطفى الجوي في طبقات الجو العليا، تبدا كميات الامطار تزيد على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وكمان الامطار تتقدم للمناطق الداخليه، يعني الامطار متوقع ان هي تشمل مناطق من القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد. طبعا الامطار تكون امطار متوسطه على المناطق الساحليه، وكل ما تقدمت للمناطق الداخليه هتكون امطار اقل. بكره ان شاء الله هتكون امطار خفيفه، لكن مع يوم الخميس تكون الامطار خفيفه متوسطه في الاماكن الداخليه، فاحنا عندنا كده منخفض جوي هياثر علينا يوم الاربعاء والخميس، يمكن يكون مكمل معانا كمان يوم الجمعه، لكن مش هيكون معانا انخفاضات كبيره افقيه من درجات الحراره، يعني احنا اقل درجه حراره هنسجلها تبقى يوم الخميس 21 درجه مئويه فتره النهار. فمهم جدا ان احنا في الفتره دي نتابع النشرات الجويه، احنا خلاص في فصل الشتاء وارد جدا كل اسبوع يكون عندنا فرص الامطار في الاماكن المختلفه في الجمهوريه، فمهم يوميا نتابع النشرات الجويه، وطبعا لازم ناخد بالنا في الفتره دي بشكل كبير من نوعيه الملابس، وخاصه ان احنا عندنا فتره النهار استقرار ودفء فترات الليل يكون في بروده شديده، فلازم ملابس شتويه على مدار اليوم كله وتكون شتويه ثقيله فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية 21-13، الإسكندرية 22-13، والعلمين الجديدة 22-14، مطروح 21-12، ودمياط 21-14، بورسعيد 21-14، والإسماعيلية 22-14، في السويس 23-14، وفي العريش 22-12،
كاترين 16/4 وطابة 22/14 حلايب 25/21 وشلاتين 27/20 شرم الشيخ 26/18 والغردقة 26/16 في الفيوم العظمى 22 والصغرى 12 وفي بني سويف 22/11 الوادي الجديد 25/6 وأسيوط 23/9 في سوهاج 23/11 وقنا 24/12 الأقصر 25/12 وأسوان 26/13 وكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية دلوقتي المصطفى ومنا ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هيا.